طيب خلينا نشوف هذه الصورة، نشوف ايش تتذكر منها. هاي صورة انتشرت على الانترنت، هاي مجموعة من الأصدقاء الممثلين السوريين الزملاء. شوف في واحد يشبه ميكي، اعطيني اياها في السكرين يا سمع. شوف شوف الاخ اللي في الطرف اللي في اليسار اللي بالطرف يشبه مين؟ ميكي. ميكي 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 صاحبنا. ميكي ميكي مصور صديقنا وحبيبنا فوتوغرافر. مرحبا ميكي. ما كنا سنة واحدة ولكن كنا طلاب معهد، في اسماء طبعا مهمة، في اصدقاء ورفقات وحبايب كلهم نجوم ما شاء الله، من تيم حسن لباسل خياط لمصطفى الخاني على ما اعتقد، انا ماني عم شوف اي، شكرا شباب، لوائل شرف، ل معن عبد الحق، مجموعه كبيره. انا اسف شباب اذا ما ذكرت اسم حدا بس لانه ما الصوره ما انا واضحه قدامي. نعم. تحياتي للكل. طيب انت كنت تخاف من غسان مسعود؟ لا ابدا، كنت احترمه جدا وما زلت بحترمه جدا. طفيت السيجاره في يدك خوفا؟ اه صح. استاذ غسان، استاذ غسان مسعود استاذي وحبيبي، تحياتي استاذ غسان، لك فضل كبير علي وعلى زملاء كبار، اقامه عربيه نفتخر بها جميعا، الله يحميك. استاذ غسان له فضل كثير كبير علي. استاذ غسان استلمنا بالسنه الثالثه، نحن كنا دفعه من 6 اشخاص. حقيقة كان له فضل كتير كبير، اشتغل علينا بحرفية عالية وبشغف وبمحبة، كنا مثل أولاده. قصة السيجارة هي شغلة يعني مجنونة شوي. أي. كان عندنا مشروع بالسنة الثالثة تخرج اسمه لن يكون، وكان قليل تصير مشاريع تعرض بالسنة الثالثة، يعني حتى ضمن قانون المعهد ممنوع الطالب يطلع ويعرض ويسافر لأنه قد تؤثر على نفسيته ويصير يعني يتكبر على زملائه الآخرين، وهو تفاصيل قد تكون محترمة أنا أحترمها جدا. فدمج عرضين، عرض سميناه لن يكون، وهي مسرحيات من مسرحية هاملت، عمل لها إعداد من مسرحية شكسبير، عمل لها إعداد أستاذ غسان، هي مسرحية هاملت وحلم ليلة صيف. فالفرقة المسرحية اللي بيجيبها هاملت هو أخذها من مسرحية حلم ليلة صيف، مشروع كتير جميل. فالفرقة المسرحية مطلوب منها تشتغل كوميدي، فهو مسكني وقال لي أنت هاملت، فأنا سعيد، واو مين بيصير يلعب هاملت، يعني مدللني الأستاذ غسان. فبلشوا الشباب يشتغلوا كوميدي، طلعوا على هالمسرح لمدة شهر، أنا بقول شهرين هو بيقول لي لا ما في شهرين بس أنت كتير ما تضايقت، عم يشتغلوا ويتمتعوا وضحكوا وعم يخلقوا تفاصيل وعم يبدوا الكاركتر وعم يعملوا علاقات مع بعض، وأنا قاعد وراهم وأنا ما بدخن، ممنوع التدخين اصلا بالاستوديو، فانا صابني حاله من العصاب والتوتر لفتره زمنيه ما، فما بشغل السيجاره انا وعم تابع البروفا، عم تابع معي السيجاره، ما بعرف شو خطر لي، حطيت وطفيت السيجاره بايدي على كتماني معصب انا وعم ببكي، يعني مقهور حقيقه، انا فكرت اطفي، طلعت هي مو طافيه، طلعت مضروب، يعني مضروب عندي هذا العرق بايدي وبلش دم كثير ينزل، وقفت انا قلت له غسان مسعود انا تركت المعهد، أنا ما بدي أشتغل، ومسكت أغراضي، كان معنا المعيد، معيدنا الأستاذ ورفيقنا عبد المنعم عماري، فهو انفلج إنه كيف عم تحكي مع أستاذ غسان والعالم هيك، ما بصير عم تحكي مع أستاذ غسان. مسكت أغراضي أنا، الباب جنبي، ما بعرف ليش تركت أنا أغراضي وما طلعت من الباب، فتحت الشباك ونطيت من الشباك، خلص ما عاد عم بعرف أنا أبدا فكر وسيطر على أبدا ردود أفعال، حملت حالي وهربت، طلعت وأنا بطلت تركت المعهد، خلص تركت، حملت ورحت أنا، فحكى معي رفقاتي بده إياك أستاذ غسان، خلص تركت، حكى معي تاني يوم قال لي بتحمل حالك تنزل ولا بدي أعمل لك فيلم، والله نزلت، قال لي شفت هاي الحالة اللي وصلت لها، أنا كنت عم بشتغل عليها هاملت، وقت بتكون عم تشتغله أنت أنا بدي وصلك لذروة ما معينة، قال لك لا تنسى شو صار معك بكذا، يعني هو كان يعتمد هذا الأسلوب اللي هو فعلا بيخلي من الطالب يوصل لاجتهادات ولا اقتراحات، يعني هي موجودة أصلاً، يعني تطلع من صلب الطالب، وكان درس أنا تعلمت منه وزملائي تعلموا منه، والحقيقة قدمنا عرض بالنهاية كان متميز جداً وسافرنا فيه على أكثر من دولة عربية، والعرض انحكى عنه كثير.